حلقة جديدة من عيش وملح، ومش حلقة، سلسلة حلقات. عاملين سلسلة حلقات عن بدائل اللحوم، أو بمعنى أصح يعني البروتينات النباتية. هي مش هتبقى بس بروتينات، لأن إحنا بنهتم جداً جداً بالنباتيين، ولأن جزء كبير قوي من شعبنا نباتي غصب عنه. حتى اللي ما جاش في خياله إنه نباتي ممكن يكتشف ان هو من غير ما يحس، من غير ما ياخد القرار، هو نباتي، لانه اخر مره اكل فيها لحمه كانت من يعني حبه كده. فعلشان احنا بشكل او باخر نباتيين، وعلشان الجزء اللي مش نباتي مننا، اللي هو الجزء اللي بياكل لحمه كل يوم كل يوم كل يوم، في شويه ناس كده كل يوم لحمه لحمه لحمه، حتى دول، حتى يا جماعه يا يوماتي بتاكلوا لحمه، علشان صحتكم كويس انكم تتحولوا او تبطلوا اللحمه يومين في الاسبوع على الاقل. لا، يومين، مش على الاقل، يومين في الاسبوع، ده صحي اكتر. تبطلوا اللحمه بس ما تبطلوش البروتين. يعني ايه؟ يعني حتى لو ما اكلناش لحوم، لو وقفنا ما خدناش لا لحوم ولا فراخ ولا اسماك، دواجن يعني، لا لحوم حمراء ولا دواجن ولا اسماك، يومين في الاسبوع للي كل يوم بياكلوا لحمه، حتى في الوقت ده، في اليومين دول اللي انتوا هتبطلوا اللحوم، لازم تاكلوا بروتينات نباتيه. هو ده بقى موضوع حلقتنا، حلقتنا النهارده، حلقتنا بكره، حلقتنا بعد بكره. ازاي نقدر نغذي جسمنا الغذاء المناسب من البروتينات النباتيه وناخد بروتين كامل؟ ليه بروتين كامل؟ لان البروتين هو اللي بيبني العضلات، وهو اللي بيحارب الدهون. بمعنى مش بيخسس بس، بمعنى ان جسمنا الكتله بتاعتنا، لا اللحم عضل اللي هو لحم، لا دهن اللي هو الابيض ده، الدهون، التراكمات، الدهون. كل ما بيكون ما بناكل بروتين بنزود كتلتنا العضليه اللي هي جسمنا متكون منها، وبعدين بقى متغطي بحته دهون المفروض تكون صغيره. كل ما بناكلش بروتينات اوتوماتيك بنلاقي نفسنا بناكل كربوهيدرات، او ان هي النشويات اللي هي بتربي دهون اكتر ما بتربي عضل، فيبقى جسمنا ضعيف وما نقدرش نشيل نحط نعمل، ما مش عافيين يعني. ده غير طبعا الفوائد التانية. ففي الاخر احنا حلقتنا الكام يوم الجايين مخصصه لفكره مهمه قوي، ازاي اعرف ايه هي البروتينات اللي هي من الزم اللوازم لجسمنا اللي نباتيه، علشان مش كلنا بناكل لحمه. وزي ما اتفقنا، حتى اللي قادر ياكل لحمه كل يوم، يا ريت يومين في الاسبوع ما يبقاش فيه لحوم، علشان ده احسن للجسم بتاعنا. اللحوم زي ما فيها بروتين عالي جدا، وده اللي احنا بنحاول نستعيد عليه، نقول في النبات، في مملكه النبات، في ايه بيعوض بروتين اللحمه، بس اللحوم فيها بروتينات بنحاول نعوضها. لكن زي ما فيها بروتينات فيها كوليسترول، ناس كتير مش عايزه الكوليسترول، ناس كتير الدكاتره قايله لها ما تاكلوش لحوم حمراء عشان الكوليسترول. اللحوم فيها دهون حيوانيه، الدهون مفيده ولازمانه، بس الحيوانيه هي الانواع، الدهن الحيواني لكتير من الناس وبالذات مرضى الكوليسترول غير محبز. فهنشوف ازاي لو شطبنا على اللحمه ناخد البروتين اللي في اللحمه من مملكة النبات، وناخد دهون نباتية من حاجة زي الأفوكادو أو زي بذر الكتان. عندنا بذر الكتان، بذر الكتان، والزيت اللي هو زيته، زيت بذر الكتان اللي هو الزيت الحار. فكده نبقى خدنا الدهون بدل اللحمة ودهون أعلى، ومن اللوز، ومن الفول السوداني. لا، فول السوداني برضو دهون مشبعة، بس من اللوز، من عين الجمل، من الكاشوز، كل دي دهون تعوضنا عن دهون اللحمة. والأهم، خلونا نتكلم عن البروتينات، خلونا نقرأ، نبقى أكتر علميين، يعني نقرأها من إيه البروتينات النباتية من الكتاب.
البروتينات النباتية، كل المكسرات، كل أنواع المكسرات فيها نسبة بروتين عالي بتعوضنا عن البروتين النباتي. فيكون لوز، يكون عين جمل، ده فيه دهون وفيه بروتين. يكون فول سوداني، فول السوداني الدهون اللي فيه دهون مشبعة بس هو لسه مطلوب. القمح بأشكال، القمح يبقى قمح كده مقشور اللي هو بتاع البليلة، بليلة القمح. فآدي أكلة البليلة دي أكلة في الصميم في الجون. النباتيين كمان، في نباتيين هنتكلم النباتي اللي بياكل بيض ولبن والنباتي اللي ما بياكلش بيض ولبن، لأن في نوعين من النباتيين. هنخلص ده ونتكلم عن النوعين. أول حاجة وجبة البليلة، فطار البليلة الصبح فطار عظيم 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 في غذاء، بروتين عالي جدا في القمح وكمان في الشوفان. احنا دلوقتي هنا معنا الشوفان، بس الشوفان كمان بروتين عالي، فيه كمان بروتين أعلى من القمح. طيب ايه تاني؟ شكل تاني من أشكال القمح، هو نفس القمح بس القمح وهو أخضر ومدخن اللي هو الفريك. كلنا بناكل رز كل يوم، كم واحد بياكل فريك؟ الفريك مظلوم، والفريك بروتينه أعلى من بروتين الرز. شكل تاني من أشكال القمح اللي هو البرغل. البرغل قمح متكسر مسلوق ومتكسر ومتنشر. فآدي كمان، يبقى إحنا عندنا التلاتة دول قمح بس بطعم كل واحد ليه طعم، قمح، فريك، برغل. إيه تاني من الحبوب؟ من الحاجات اللي منسية جدا وإحنا مرة عملنا عليها حلقة مخصوص، الحمص، حمص الطبيخ، الحمص الأصفر اللي هو ده من البقوليات. كل البقوليات بروتينات نباتية، كل البقوليات، يعني تبقى حمص أصفر زي ده. في حلقة الحمص الأصفر قلنا إن الحمص الأصفر هو البسلة، البسلة الخضراء اللي إحنا بناكلها وبناخدها، بس نشفت زي ما الفول الحراتي بيبقى الفول التدميس. هو ده بس الفول الحراتي هو أخضر وفول التدميس لما بينشف. الحمص الطبيخ ده كمان هو بسلة، البسلة الخضراء لما بتنشف تبقى سبليت، يعني تتفلق تبقى حتتين، يعني قشرتها تروح ويطلعوا الكوتليدونز أو الشقين الفالقين اللي جوه. طيب إيه تاني من الحبوب أو البقول؟ الترمس، يعني ملو كفينا الاتنين ترمس، عشوة هايلة، بروتين عالي. لو حطيناه في السلطة زي ما هنعمل يبقى كمان خلينا السلطة تبقى عالية قوي، وبيشبع ومفيد لحاجات كتيرة قوي في الدورة الدموية. الفول المدشوش اللي هو بطل البسارة وبطل الطعمية. حمص الشام، حمص الشام أنا يعني أنا دي من الحاجات اللي أنا ساعات بحب أتعشى بحمص شام، بيشبع جدا. يعني لو الواحد أخد كده بولة صغيرة بس أزقة من الحمص شبع شبع، بروتين نباتي عالي. كل أنواع البينز أو الـ مش البقول، كل أنواع اللي بتسمى الفول، يعني الفاصوليا، يعني الفاصوليات، ما هي الفاصوليا والفول التدميس من نفس العيلة. فعندنا الفاصوليا البيضة، وفي فاصوليا حمراء، وفي فاصوليا سودا قليلة شوية في مصر بس موجودة، موجودة في تحت الربع. تنزلوا سوق تحت الربع هتلاقوا الناس اللي بتبيع تجارة الحبوب في مصر كلها متمركزة في سوق تحت الربع، هتلاقوا فاصوليا حمراء وفاصوليا سودا وفاصوليا بيضة وفاصوليا خضراء وفاصوليا مبطشة، يعني مش لون واحد، كذا لون، هتلاقوا حاجات عجيبة كتير جدا. الفول السوداني من عيلة الفول. السمسم من الحبوب وبيدينا دهون عالية جدا ومشبع جدا زي اللحم. ايه تاني؟ قلنا العدس الاسود والعدس الاصفر، ولو في عدس، في انواع عدس كتيرة بس مصر احنا دول اكتر نوعين مشهورين. وفي اللوبيا اللي هي ليها عين سودا وحلوة دي. عارفين ايه كمان اللي كان مفاجأة؟ اللب الابيض. اللب الابيض من الحاجات اللي يعني اللي ما بياكلش لحمه لاي سبب طب ياكل لب ابيض، يعني ياكل شويه لب ابيض، يقزقز شويه لب ابيض. البدنجان بقى دوره ايه؟ البدنجان مش بروتين، يعني في بروتينات بس مش عاليه قوي، بس البدنجان فيه حديد. اللحمه يا جماعه من مزاياها اللحمه مغذيه جدا جدا، وما بنقولش لاي حد ابدا كن نباتي وبطل لحمه، احنا بنقول له لو انت مبطل لحمه عوض النقص ده بايه. فلو انت مبطل لحمه عوض النقص ده بكل اللي بنقول عليه ده. هنا البدنجان ليه دايما البدنجان واللحمه يعني شبه اللحمه، او هو دايما يتقال البديل النباتي للحمه؟ لان البدنجان
في البق كده واحنا بنمضغه بيدي شويه شكل اللحمه في المضغ، وفي نفس الوقت هو فيه نسبه حديد، اللي فيه حديد اشد واحلى واكتر وبيشبع جدا كانك اكلت حته لحمه محترمه، هو الخرشوف. فالاثنين دول وتالتهم المشروم، يعني لو قلنا ده بقى خلاص ما بقيناش حبوب، ده احنا كده في الخضروات بس المشروم فكر، المشروم مش خضار. فمن الخضروات عندنا بدائل اللحمه بدنجان وخرشوف، حاجتين اساسيين جدا. المشروم بيدي برده طعم اللحمه، بالذات النوع الغامق ده اللي فيه بروتين اعلى. عسل اسود، حديد، طحينه، زبده فول سوداني، اجبان بيضه، بالذات الاجبان البيضه والبيض. ده مبدئيا استعراض سريع كده. انا اعتقد اني لازم اطلع فاصل بعد كل الحدوته دي، فانا هطلع فاصل ونرجع نبتدي نشغل نعمل اكلات او نفكركم. مش هنعمل اي اكله النهارده يعني اختراع انتم ما تعرفوهاش، لا، اكلات بسيطه بس في كتير منها منسي، وحتى لو مش منسي في كتير احنا ما نعرفش ان ده وجبه كامله التغذيه، فلما بناكلها بنبقى عملنا حاجه كويسه قوي لجسمنا لو مش هناكل لحمه النهارده. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نبتدي. اول حاجه هتبقى الحمص بالطحينه. حمص بالطحينه دي اول حاجه هنعملها بعد ما رجعنا. الاكله دي مهما الواحد اتكلم عن قيمتها، اهو ده بقى اكله في الجون. ليه؟ بروتين نباتي عالي جدا، دهونه قليله قوي، وان كنا احنا هو دهونه قليله فاحنا هنعوض بدهون من بره، هنحط طحينه اهي، بس طعمها حلو قوي وفي ولا وقت. كده احنا عندنا حمص بالطحينه ناقص نخلي له طعم. الحمص بالطحينه اتعمل ناقصه الطعم، طعم يعني ملح، فلفل، ليمون، خل، بودره ثوم او ثوم. عندي بودرة ثوم هلاقيه هنا، كمون، لقينا كمون كمان كنت ناسياه، واخر حاجة ادي بودرة الثوم وشطة. خلاص اول اكله نباتيه هايله خلصناها. ايه تاني؟ الاكلات اللي ساعات في بيوت بتبقى منسيه فيها غير الحمص بالطحينه، البليله الحقيقه كتير بتبقى منسيه، وهي اكله رائعه. اروع حاجه فيها انها من الاكلات المغذيه جدا، برضو بتحبشها بتبقى وجبة هايلة الصبح. إيه اللي بيخلي البليلة منسية كمان؟ جزء إن في ناس بتحب قوي ما بتحبش تفطر على الصبح حاجة مسكرة، يعني ما يبقوش عايزين يصحوا يفطروا حاجة فيها حلوة، والبليلة دايما بنعملها بالسكر. فعلشان الناس دول إحنا هنعمل بليلة حلوة وبليلة مش حلوة. ادي الحلوه وادي اللي مش حلوه، يعني المسكره طبعا الاثنين حلوين، اكيد الاثنين حلوين.
وهنحاول ان البليله اللي احنا بناكلها كل يوم هنرفع شويه نعلى بقيمتها الغذائيه، علشان فعلا فعلا تبقى بتعوضنا عن نقص اللحوم في غذائنا عموما. اغلب المصريين اللحمه ناقصه في غذائهم. طيب خليني الاول نص مقدار البليله سخنه وحلوه. بيقولوا ايه في العربيات بيدوروا يقولوا ايه يا بليله؟ مش عارفه. سخنه يا بليله؟ سخنه يا بليله. ادي بليلتين. خلينا ناخد التقليديه اللي هي الحلوه. الحلوه عاده بنحط عليها سكر 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 ابيض. طيب علشان نرفع قيمتها الغذائيه، وعشان السكر ما فيهوش حديد واحنا عايزين ناخد شويه حديد علشان ما بناكلش لحمه. فالحلي ايه؟ هحلي دي. فهنحط عسل اسود بدل السكر. مش بس حكايه قيمه، انا عمري ما هحب القيمه لو الطعم مش عاجبني، عمري. يعني اهم يعني الطعم عندي مهم جدا، بس قولوا لي طعم السكر احلى ولا طعم العسل الاسود الجميل؟ يعني مين اللي احلى؟ ايه تاني؟ تعالوا نشوف من الحاجات اللي احنا قلنا ان هي مغذيه وبدائل اللحوم فيها ايه تليق فوق البليله. عين جمل لو عندنا يفضل جدا، زبيب، ايه تاني هنا؟ طبعا ده لو يعني اللب الابيض لو متفصص، يعني لانه ساعات بيتباع دلوقتي متفصص، يعني تتباع اللبايه اللي جوه، بس احنا هنا معناش اللبايه. خليني اجيب سكينه كمان علشان اكمل بقيه الحاجات اللي ممكن نحطها. عايزه احنا حطينا عين جمل وحطينا زبيب، شويه لوز ما يقولوش لا، او فول سوداني، ولو في اي نوع فاكهه، مش لازم الفواكه المجففه. انا عارفه ان المشمشيه غاليه، المشمشيه حلوه قوي طبعا تبقى انا هحطها، بس لو البيت ما فيهوش مشمشيه، لو قطعنا بس موزايه، موزايه كل الناس عندها موز، الموز مش غالي، لو قطعنا بس موزايه فوق الطبق ده، فراولايه، ايه تاني؟ اي شويه فاكهه. في حاجه تاني هنا نحب نحطها؟ لا خلاص. ادي طبق البليله الحلو. واللي مش هيقدر يفطر على حاجه مسكره على الصبح، الناس اللي ذوقهم رايح على الحوادق شويه، بسيطه. لسه ممكن ياكلوا بليله، بس يحطوا عليها لبن رايب. خليني ارجه الاول. انتوا عارفين الكومبينيشن او التوليفه السحريه بتاعت سلطه الزبادي بتبقى ايه؟ زبادي اللي هو شبه اللبن الرايب قوي، ومعاه بنحط مع سلطه الزبادي بنحط فيه ثوم وبنحط فيه نعناع. هنا ده زعتر، عندي نعناع هنا. ادي سن الثوم صغيره قوي صغيره قوي. ثوم بالظبط، هنعمل كاننا بناكل سلطه زبادي. نحط زبادي في سلطه الزبادي، هنحط حطينا لبن رايب بداله، بنحط الثوم، حطينا الثوم، بنحط الله ريحته اول ما فتحت هب كده. بنحط شويه نعناع. نحط حاجه تاني في سلطه الزبادي؟ لا هو كده بيبقى طبعا الخيار، بس احنا هنا مش هنحط خيار، احنا عندنا بليله. فخليني ازود اللبن الرايب حبه، وانا هحب احط سنه شطه كده برضو من عندي، علشان الشطه دي حاجه لطيفه، او بابريكا. خليني احط بابريكا. بروتين نباتي ده وباسعار هاديه جدا. طيب ايه تاني؟ يبقى احنا عملنا الحمص بالطحينه اللي احنا لسه ما غرفناهوش، وعملنا البليله. زي ما اتفقنا ان احد اشهر الحاجات في التعويض عن اللحوم اللي بيدينا طعم اللحمه، حتى لو ما اداش نفس القيمه الغذائيه، بس في الطعم بيدينا حلاوه اللحمه، بيكون الباذنجان. هنطلع فاصل، وفي الوصفه الجايه هنرجع نعمل باذنجان بطريقه تشبه اللحمه شويه.